مستمرين متواصلين مع هذه الانطلاقات والتحديات التي تنطلق بأرضية هذا الميدان، حيث تعلن انطلاقة جديدة للشوط الثامن الخاص بالقعدان. المهجنات الثنائية المنطلقة أمام حضراتكم، ناتي بالمتابعة لدى المركز الأول وشاهين لعامر بن عوض بن عدان الصاعري. ننتقل بانفراده الى المركز الثاني، حيث يتواجد مع المركز الثاني في هذه الانطلاقة وفي هذا الابداع هو ايضا اسمر لمسعود بن مهير بالصايق المزروعي. مباشرة الى المركز الثالث في هذا الانطلاق، غياب لمحمد بن شطيط بن سعيد الاكتبي. المركز الرابع شيم لعامر بن قانوش بن محمد العامري. خامسا نقد لمحمد بن خلفان بن محمد الغفلي. سادسا نشوان سعيد بن احمد بن سيف الرميذي. سابعا يتواجد الشهم علي بن الدحبه بن سعيد بن زفنه الاعفاري، خذ ايضا المركز السابع. ننتقل الى المركز الثامن، هذا لهب لعلي بن عبيد بن عبد الله العامري يتواجد في المركز الثامن. المركز التاسع هو ايضا نشوان لمحمد بن محسن بن مسري الهاملي، بينما عاشرا يتواجد كذلك ترياق لحمدان بن علي بن محمد المزروعي. العودة من جديد إلى المقدمة، العودة إلى شاهين، من يتواجد وينفرد انفراد كلي على مقدمة الشوط على المركز الأول لعوض بن عامر بن عوض بن عدان الصيعري، هو من يقود المسار ويعلن أيضا بالانطلاق بمقدمة هذا الشوط خلال هذا الانطلاق المميز والتحدي الكبير في انطلاقة الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، الشهم لعلي بن دحبة بن سعيد بن زفنة الاعفاري، بينما ثالثا يتواجد اسمر
مسعود بن محير بالصايغ المزروعي. المركز الرابع هو من يحتل أيضا وينطلق فيها غياب لمحمد بن شطيط بن سعيد الكتبي، يحتل أيضا بحضوره بعد القياب لينطلق بالمركز الرابع. المركز الخامس هذا نشوان محمد بن محسن بن مسري الهاملي، هذا المركز الخامس. بينما المركز السادس يتواجد حشيم عامر بن قانوش بن محمد العامري، هو أيضا من يحتل المركز السادس. المركز السابع نقد لمحمد بن خلفان بن محمد الغفلي، هو أيضا محتلا هذا الموقع والمركز، وهو السادس في هذا أو السابع في هذا الانطلاق. بينما المركز الثامن يتقدم لهب علي بن عبيد بن عبد الله العامري. ونكتفي بهذا القدر ونعود إلى بن عدان. دير بالك يا بن عدان، بدأت القعدان تقترب من شاهين، بدأت القعدان تقترب من شاهين بعد انفراده الكبير والمسافة الشاسعة ما بينه وما بين القعدان، إلا أنه مع أيضا لوحة 1500 متر اقترب. ندير بالك يا حامد، حرك هذا شاهين قدامك، شوف المركز الأول، والجميع أيضا متقدما في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. الله، هنا شاهين عامر عوض بن عامر بن عوض بن عدان الصيعري يتقدم إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول في هذا الانطلاق، بالسائق على المركز الثاني، بالدحبة في المركز الثالث، كذلك بالعامري الكتبي يتقدم في المركز أيضا الرابع. نعم، شوف هذا الموقع وهذا المركز من خلال هذا الانطلاق المتميز والإبداع الكبير الذي يظهر بأرضية هذا الميدان مقدمة هذا الشوط. الله، شاهين عوض بن عامر بن عوض بن عدان الصيعري، خلاص وصلوك الجماعة الكيلومتر الأخير، هذه هي لوحة الكيلومتر الأخير، لا تأمنهم رقم المسافة ما بينك وما بينهم، إلا أن الأمتار الأخيرة تكون القعدان طيور طائرة. وهذا الموسم ترقبوه بجديدة منذ بداية الموسم، تحطيم التواقيت وتسجيل تواقيت زمنية خيالية. بن مسري هو الأقرب إلى مقدمة هذا الشوط، بالعامري الكتبي مع المركز الثاني يتقدم مع ثاني المراكز في هذه اللحظات، من خلال أيضا قياب محمد بن شطيط بن سعيد الكتبي يتقدم بالعامري مع قياب، إلا أن حضر، شوف اللقطات، شوف أخذ الصور التذكارية من كل المتابعين في أرضية هذا الميدان للاحتفاظ بها ولهذه الأمتار الحرقة. قياب حضر، قياب ما غاب، قياب حضر يا بالعامري، حضر بحضوره المميز إلى مقدمة هذا الشوط. الله، محمد بن شطيط بن سعيد بالعامري الكتبي، أهالي منطقة الشويب بمقدمة هذا الشوط وبالمركز الأول، وأهالي ميدان القبيب، ولكن السلامات إلى إنتاج غياب الشويب. الله، هذا هو الإبداع وإلا فلا، هذا هو الانطلاق وإلا فلا على مقدمة هذا الشوط. تهانينا والناموس من الأعماق، تهانينا لمحمد بن شطيط بن سعيد بن عامري الكتبي على فوز قياب بالمركز الأول، وسميه حضور، خلاص بدل الاسم يا بالعامري، هذا حضور، حضر في هذه الانطلاقة قياب لمحمد بن شطيط بن سعيد العامري. المركز الثاني لمحسن بن محمد بن عيد المريخي، ثالثا الهلال بن محمد بن طراف المنصوري، يتوقع صاحب المركز الثالث والرابع والخامس عند لجنة خط النهائي. 8:08 يا بالعامري، أبدعت وحضرت مع قياب محمد بن شطيط بن سعيد بالعامري الكتبي، تهانينا والناموس.